ويانا الأستاذ الدكتور غيث الكربولي المتحدث الرسمي باسم هذه الوقفة التضامنية التي أقامتها السيادة في بغداد، لأنه السيادة ليست حزب، السيادة هو منهج عمل وطني عراقي، لا تكون حالها حال بقية الأحزاب حتى نقول يعني نظمه حزب السيادة، وإنما نظمتها السيادة في بغداد التي هي سيادة وطنية عراقية. دكتور حياك الله ونسمع منك. يا حياك الله بجنابك الكريم، سعيدين بلقائك. شكرا 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 جزيلا استاذ انور على الاستضافه والاهتمام بهذا الموضوع المهم والحساس بالنسبه لكل المواطنين العراقيين بشكل عام. نظم اليوم حزب السياده، والسياده مثل ما تفضلت مشروع يحاكي ضمير العراقيين بشكل عام. وقفه تضامنيه بمناسبه مرور اليوم العالمي للتضامن مع شعب غزه الصابر الابي المرابط بوجه العدوان الصهيوني الغاشم. الوقفة كانت تحت عنوان بغداد على العهد، هي رسالة لإخواننا الفلسطينيين أننا متضامنين معهم في كل التفاصيل ومتابعين الأحداث وتطوراتها بشكل كبير، ونساندهم ونؤازرهم بكل ما نستطيع. اليوم حزب السيادة لم تكن هي الوقفة الأولى، يعني كنا على الدوام مرابطين ونقوم بالعديد من الوقفات. في الشهر الماضي قمنا وقفة في منطقة العامرية في بغداد تحت كانت بمناسبة مرور 100 يوم على طوفان الأقصى، واليوم بمناسبة مرور العالمي للتضامن مع غزة. تضامن مع غزة. فالسيادة دائما مستمرة بمتابعة الأحداث ومساندة شعبنا المرابط بشكل مستمر. نحن اليوم كانت وقفة طبعا وبالعادة يعني كانت اليوم الوقفة هي بعدد أكبر وباهتمام أكبر. اليوم ينتشر وعي الظلم في غزة وموضوع غزة والتعاطف مع هذا المشروع في بغداد بشكل كبير، ونلاحظ هذا الشيء من خلال الأعداد اللي قاعدة تتوافد في كل وقفة مرة بعد الأخرى. بالمناسبة احنا الوقفات ننظمها يعني قبل يومين أو يوم واحد فقط، يعني من خلال وسائل التواصل بس نبلغ أصدقائنا وقاربنا كذا تنظيماتنا السياسية لحزب السيادة يكون الحضور بهذا الشكل. اليوم احنا الدعوة نوجهها لكل شركائنا السياسيين، لكل الفعاليات الاجتماعية، منظمات المجتمع المدني، أن تؤازر وتحذو حذو السيادة. ربما دكتور تسمح لي هنا سؤال، يعني دكتور غيث الكربولي، أول شيء نريد نقول أنت واحد من الشباب النشطين المهتمين بقضاياك الوطنية كعراقي وبقضايا أمتك العربية والإسلامية وحتى الإنسانية ككل، والسيادة كمشروع وطني ومنهاج عمل وطني. يعني أنا شفت الكثير من وسائل الإعلام، هل بالمقابل توجد شخصيات ممثلة عن جهات سياسية أخرى شاركت بهذه الوقفة لو فقط جماهير السيادة في بغداد والعراق؟ اليوم اللي كانوا حاضرين قيادات سياسية في السيادة وواجهات دينية واجتماعية وعشائرية وشبابية من خلال تنظيمات حزب السيادة، يعني من جهات سياسية أخرى ما حد حضر؟ هو من جهات سياسية أخرى؟ لا، مع الأسف، مع كل الأسف، كنا نتمنى مع كل الأسف. هاي وقفة وطنية، هذه وقفة وطنية إنسانية إسلامية، للأسف والله. كمل متفضل. احنا طبعا في كل وقفة نوجه دعوات لكل شركائنا السياسيين، لكل الواجهات الاجتماعية، لكل عراقي غيور على قضية فلسطين وغزة وأهلنا في غزة. اليوم ما يتعرضون إلا هي جريمة إنسانية تعاطفت مع الدول الأوروبية والدول العالمية بشكل عام، فهي قضية العرب الأولى، قضية المسلمين الأولى. فندعو كل أخواننا العراقيين لمشاركتنا في الفعاليات الأخرى. اليوم نحن في السيادة في جعبتنا الكثير من المبادرات الإنسانية من ناحية جمع تبرعات، من ناحية إقامة وقفات أخرى، نتناقش إحنا والقيادات في حزب السيادة هكذا مشاريع على الدوام، يعني لأن هي حالة إنسانية وقضية إسلامية مقدسة وقضية عربية مهمة جدا. فندعو الجميع لمشاركتنا هذه الجهود في 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 دعم هذه القضية المقدسة بالنسبة للجميع. نعم، لربما الرسالة التي كان الهدف من إيصالها بهذا اليوم، يعني احنا استمعنا الى الشيخ الدكتور خالد المفرجي، وحقيقة احنا اختصرنا الكلمة، هي كلمة بحدود 9 دقائق، لكن بمجملها مهمة إضافة الى الكلمات الأخرى. طبعا. ما هي الرسالة لو اختصرناها الآن عبر قناة الفلوجة؟ وانت تعرف الفلوجة وتضحيات أهلها وتضحيات كل العراقيين، وإحنا الآن يمكن بهذا التزامن لو عدنا إلى عام 1991 كانت بغداد تتعرض والفلوجة والعراق كل إلى عدوان غاشم بال91، العدوان الثلاثين اللي أيضا راح ضحيته
آلاف الأبرياء من الشهداء والجرحى، والآن بعد كل هذه السنين تعاني بعد 33 سنة غزة إلى عدوان أيضا من نفس آلة الحرب الصهيونية المدعومة غربيا. فما هي الرسالة التي جاءت من الفلوجة من بغداد من العراق إلى غزة وإلى كل فلسطين باختصار؟ والله احنا بالبداية طبعا كفلسطين وكل العراق نتشارك الآلام في كل مرة نعاني من معارك وهجمات من عدوان غاشم. فاحنا عايشين هاي التجارب كلها، عايشين الآلام، عايشين آلام النزوح والمخيمات. الشيخ خميس الخنجر سباق في فعل الخير مع عمليات النزوح اللي صارت في العراق، وعاد الكرة اليوم ونلقاه دائما سباق وداعم للقضية الفلسطينية من ناحية يعني دعمها ومبادرات لعمل وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. فهي بالنتيجة أعمال إنسانية. الأعمال الإنسانية اليوم احنا بالنسبة لنا الرسالة كانت من قبل الدكتور خالد المفرجي أنه غزة اليوم ما قاموا به الأبطال في معركة غزة في طوفان الأقصى هو إحياء هذه القضية من جديد في نفوس العراقيين وكل الشباب العربي. وتعرفي هاي قضية طبعا احنا توارثناها من أجدادنا من الستينات من السبعينات، كانت دائما الفعاليات الاجتماعية يعني تنظم نشاطات داعمة وكذلك يعني نشاطات ثقافية وإنسانية داعمة للقضية الفلسطينية. فصار مثل خلينا نقول تركت أو انهملت هذه القضية لفترة، فما حصل في 7 أكتوبر عاد نشط هذه وعادها إلى وجدان الشاب العراقي ولا وجدان المجتمع العراقي. واليوم احنا نقدم يعني وقفات إنسانية تضامنية، هذه مجرد أنه تحرك الرأي العام، وكل ما نستطيع نفعله نفعله إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله. الأستاذ دكتور غيث الكربولي الشاب العراقي المتميز، شكرا لكم ومن خلالكم كمتحدث الرسمي باسم هذه الوقفة التضامنية تحية لكل أهلنا الذين شاركوا في دعم أهلهم في فلسطين، بارك الله بكم. شكرا للسيادة جمهورا ومشروعا وقيادة وقائدا وطنيا، شكرا جزيلا لكم.